حدث خلاف بيني وبين زوجي، قالوا لي اتصل على أمك تاخدك. فاتصلت على إخوتي وجاءوا. حين أتوا قال لي زوجي: لا تذهبي، إن خرجت فسوف أطلقك. وقد خرجت، فهل تم الطلاق؟ قل لها: هذه الصيغة وعيد بالطلاق، إنذار به، تهديد به، سوف أفعل. فلا يقع الطلاق إلا إذا أنفذ وعيده وطلق بالفعل. لكن يا بنيتي أنصحك بالمحافظة على بيتك وألا تعاندي زوجك، فلا أقر لعيون الشياطين من الطلاق وهدم الأسر وتخريب البيوت. في صحيح الجامع أن إبليس شيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. أدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجي أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. يقول له: ما صنعت شيئا، أنت خايب، ما صنعت شيئا. ويجي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فيرنيه منه ويقول: نعم أنت، نعم أنت. فالله الله في بيتك وزوجك يا رعاك الله، بارك الله فيك.